حلقة النهاردة هنستعرض فيها ألوان من الفكاهة والنكتة المصرية في الأدب الشعبي والصحابة. والفارس الأول في حلقة النهاردة عملاق من عمالقة الأدب الشعبي، الأستاذ بيرم التونسي. أستاذ بيرم، بمناسبة التونسي، هل أنت تونسي حقيقي؟ يعني جنسيتك مصرية ولا أصلك تونسي ولا إيه؟ يعني وضح لنا الحكاية دي، يمكن يخطر في أذهان ناس كتير إنهم يحاولوا يعرفوا الحقيقة في المسألة. بستغرب إن الفطر المصري كل مديرية في عائلة اسمها تونسي، ما فيش عائلة منهم تعرف الثانية، وكلهم ما يعرفوش تونس، ما حدش فيهم سأل عن تونسيته غير جدي يا سيدي كان تونسي. جدك جا هنا تقريبا 120 سنة. والدي مولود في اسكندرية وأنا مولود في اسكندرية. فأنا مصري لحما ودما وتنسب الاسم اوتوماتيكيا يعني. طيب حضرتك زرت تونس؟ زرتها أما اثنتين، لأول مرة في حياتي. زرتها منفي يعني؟ منفي. إذا القدر كان عاوز يوديك بلدك ثاني يعني بطريق الناس. مع الأسف مع طربوش بيه. ما عرفوش بيك هناك في تونس؟ أنا إنسان غريب جدا عن تونسي يا سيدي، شنو هو هذا؟ ما شنوهاش هذا؟ كنت سالم ورحت فرنسا. وأحب ألخص لك الحكاية كلها، ألخص لك الحكاية كلها في مسألة تونسي وما تونسي بثلاث سطور تتفهم من الزجل فيها حياتي كلها. بقول الأولى مصر قالوا تونسي ونفوني، والثانية تونس وفيها الأهل جحدوني، والثالثة باريس وفي باريس جهلوني. قولها تاني والله يا أستاذ بيرم. الأولى مصر قالوا تونسي ونفوني جزات الخير وإحسان، والتانية تونس وفيها الأهل جحدوني وحتى الغير ما صفاني، والتالتة باريس في باريس جحلوني وأنا مجير زمان. يا سلام. طب أستاذ بيرم، بالمناسبة دي نفوك ليه؟ اشتركت في الثورة المصرية بشكل عنيف جدا، وابتدئت بالملك فؤاد. ممكن تسمعها؟ لا ما تسمعش. في ناري صامت ده، عشان كده نفوك يعني. طيب اقدر اعرف حاجة من اللي قلته في ثورة سنة 19؟ نعم اقول لك حالا. كنت اكتب وانا بره احرى جريدة اسمها الشباب اسبوعية. وانت بره فين؟ في منفي. كانت الصحف كلها تحت الرقابة. والرقباء كلهم كانوا متمصرين. يعني من طائفة غير المصريين، كان يثق فيهم الانجليز. فكنا نقدر نستغفلهم باللغة البلدية بتاعتنا، نقول اللي احنا عايزينه وتمر. مثلا هنا مطلع الزجل يقول لك الفحل يضرب بالقلة يطلب استقلال. وانت عارف يضرب بالقلة يعني ايه؟ يعني يرجم يعني. ويطلع الرغاية من بقه لانه طايق من من الزمام اللي على منخيره من الشيدة اللي فوق دماغه. مالك شهاتي على العالية اللي مالك زند، مالك يا واقفة طوالي في طريق الهند. سما اللي يقولوا قد مصر طريقنا الى الهند ما نسيبهاش. يعني اقولها تاني عشان تتفسر. مالك شهاتي على العالية اللي مالك زند، مالك يا واقعة طوالي في طريق الهند، يا راضية بالمسي والمال يفقدك بالعند، والحكم انضاف على الغلة جوه بيت المال، ده الفحل يضرب بالقلة يطلب استقلال. وتبص في الناحية الثانية تلتقي القاضي فارش وقاعد بالعينية للشكى الفاضي، يعد عمرك بالثانية ويعيد الماضي، ويقوم ويحجز على الحلة ويجيب الدلال، ده الفحل يضرب بالقلة يضرب يطلب استقلال. ونقولت يا اخواتي ونقلت صبري وجهادي ده اللي عدى وراح، ونقلت ماتت اولادي فاللي مات ارتاح، والحي ساكت والحادي له بكى ونواح، ويشوف خيال الفرق الا ينكتم في الحال، ده الفحل يضرب ويقول يضرب استئذان. تفضل معاك الشرطيه وان طلبت حقوق، تظهر صواريخ رسميه تتربط بخروق، والحجه تصبح مهريه من تليه شقوق، وان كان ما تنفع دانتيله تنعمل غربال، يضرب بالقول ده يضرب بالقول. طب يا استاذ بيرم، احنا خدنا صوره من ادبك وانت بتستعمله في غرض سياسي ووطني، ايه الاغراض الثانيه اللي انت استعملت فيها فن الزجل؟
غير السياسة الوطنية. كنت أرمي إلى إصلاح الطبقات والعواجل اللي فيها ونقض العادات اللي لا تليق بأمة رفيعة، خصوصا في الزمن اللي كنت فيه. وتولت لي لما سافرت برا وشفت البلاد الأوروبية وتضحك المقارنة بيننا وبينهم، فكنت أقول هناك، لأن لو كنت هنا ما كنتش أحس زي العطار اللي بقاع في دكانه ما يبقاش شامم ريحة الفسوخ ولا الجاي ولا الأنوشة ولا الحاجة. يعني خروجك إلى الخارج وطلعك على آفاق تانية في الحياة. أيوة، أظهر لي خليت تعرف يعني مدى المفارقات في الحياة المصرية. فأبرزتها في أدبك الشعبي. فأبر عملت تقريبا 20-30 قصة، كل قصة فيها تابلو يمثل الحياة، مثل زي عربية سوارس. طب ممكن نسمع عربية سوارس؟ أمال ما كلكم عارفين أظن، أو في واحدة منها في القلعة دلوقتي. تشوفوها. أصبت يوم الحسين أشرب هناك خروب، جت قعدتي بين جدع عاي وبين كرخوب، وشابة في الوش قاعدة وابنها المقلوب بيعوا زي اللي راكبوا 600 عفريت. القفلة صارت تلملم كل صنف وصنف، في ساعة والتانية اتشعبط علينا قلم، أو واحدة في حضنها قرطاس يزك الأنف، قرطاس ملم بالكلف والعقنة والحلفين. يا خبر، ادي الأفندي هاها ابن ده طالع بيك. والحلوة قالت هيه وديك ملاكش شريك، الأم قالت ده بختي في العيال ده عاديك دايما مسك لي الصوات، قال ده زمن تطويل. لكن الملاحظ في أدبك الشعبي عموما أنك يعني مغرق في الشعبية قوي. فهل أنت عشت قبل كده يعني اتولدت فين؟ أنا اتولدت في حي وطني بحت، حي الأنفوس في اسكندرية في سنة 93. ما كانش فيه كورنيش ولا فصيل، كان البحر يطبخ في البيوت على طول. كنا نطلع حاتين وساعات عريانين عشان احنا صغيرين ندب في البحر عادي. وياما دخلت رجلي ازازه وياما دخلت رجلي مسمار، ويعني عشت حياه شعبيه، يعني اشتريت فرش لامي وخدت صينيه ده حاجه في منتهى الجمال، وخدت صينيه البطاطا وديتها الفرن وخدت حاجات كتير، يعني مش من الزواج ولا من الاسبوع اللي فات ولا حاجه. يعني انت مارست الحياه الشعبيه غرقان فيها من اسفل الاسفلين. والحقيقه دايما اللي بيجوا من الطبقات الشعبيه من اسفل قوي ويرتفعوا الى القمه قوي. طيب ايه حاجه اللي سخرت منها سخريه مره كده في ادبك؟ تعالى تطلع شاعر اكتب بالعربيه الفصحى، وبعدين وجدت العربيه الفصحى موصل غير حسن بيني وبين الجماهير. ايه ده، شعب امي كان لسه 5% او معمل له شعب، هو شعب فصحى يعمل ايه؟ ما يفهموش، فبالعاميه يفهموني 100%. طيب فما حبيت اكتب بالفصحى، ذكرت كانت غلبت عليها برضك روح الحكاية، فعملت قصيده عن مجلس البلدي. يمكن الناس حافظاها لغايه دلوقتي. المجلس البلدي كان هاري اهل البلد كلها، ياخد على كل شيء، على هدومك وعلى دكانك وعلى بيتك وعلى خطواتك في السكه، وحاجه كربه قوي، شيء بقوانين مقرره وشيء باجتهاد الموظفين. قلت ايه بقى يا سيدي؟ قد اوقع القلب في الاشجان والكمد هوى حبيب يسمى المجلس البلدي، ما شرد النوم عن دفن القريح سوى طيف الخيال، خيال المجلس البلدي. إذا الرغيف أتى فالنصف أكله والنصف أجعله للمجلس البلدي. كأن أمي بل الله تربتها أوسط وقالت أخوك المجلس البلدي. أخشى الزواج إذا يوم الزفاف أتى يبغى العروس صديق المجلس البلدي. وربما وأبى الرحمن لي ولدا في بطنها يدعيه المجلس البلدي. الأرض والناس والأنعام أجمعها الكل ليست لغير المجلس البلدي، حتى مقابر موتانا إذا نبشت فليس إلا بفأس المجلس البلدي. يا بائع الفجل بالمليم واحدة كم للعيال وكم للمجلس البلدي. يا سلام، ده أنت هريت المجلس البلدي خلاص. يعني افهم من كده بقى ان رايك ان اللغه العاميه يعني تصلح لمعالجه جميع الاغراض اكثر من غيرها، اكثر من اللغه الفصحى. يعني ايوه، كل ما يرتفع الشعب باساليب عاليه وكل ما يبتعد عن الشعب وينحصر بين طبقه من الاقران المثقفين، بس لا غير. لكن اللغه العاميه تقدر تعبر بها عن جميع الاغراض حسب الشاعر ومقدرته.
يعني لكن اذا كان يعني حاجه هي عايزه كان عملت ده في الميكروب اللي عايز افهمه لدماغ المراه الاميه خالص اقول يا مراه فهم يا مراه قادر يا مراه يعوب بتاع اسمعه يعوض صبري لقى للميكروب الميكروبات زي البودره تلزق في الثوب ما يشوفها غير رب القدره والميكروسكوب الميكروبات دي مقتلها في الجسم مرزلها في جسم الانسان غير السبرت ما يقتلها ولا الغليان اوعي الهدوم اوعي الفوق اوعي المواعين دي عدة الموت محفوظة عند المسكين مشكورة واضحة قول اللي تقدر فيها العرب بتوصح عمل لله دول فادول دي ولا فخر يعني صدق فز بيرم من من اهم ابواب الادب الشعبي الامثال الشعبية اللي بتيجي كده من غير قائل ولا حاجة انا مش هطلب منك امثال وانما هدي لك بعض امثال وتقول لي معانيها ايه اتفضل عارف مشكاح وريمة؟ اه بنقول مثلا ايه اجتمع مشكاح وريمة ده ما يجتمعوا اثنين خايبين مع بعض